الله اكبر. مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترتن وبيروت سيتي على الفيسبوك، نحن معكم مباشرة من مدينة صيدا في هذه المسيرة الداعمة، هذه المسيرة المؤيدة لفلسطين، المؤيدة للقضية الفلسطينية، أيضا المؤيدة لغزة، للمجاهدين في غزة، للمقاومين في غزة، وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية، المجازر بحق الأطفال، المجازر بحق الأطباء، بحق المجمعات الطبية. فإذا هذه الرسالة اليوم أهالي صيدا وأهالي المخيمات الفلسطينية يوصلون أو يوجهون رسالة واحدة، رسالة إلى كل العالم بأن غزة ليست وحيدة، بأن ما يحصل في غزة لن يمر مرور الكرام. فإذا هذه الرسالة، هذه المسيرة الحاشدة كما نشاهدها الآن بعدد زميلنا يوسف فواز، هي رسالة فإذا هذه المشاهد الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. ويا غزة الله يحميك، ويا غزة الله يحميك، ويا غزة الله يحميك، ويا غزة الله يحميك، وصيدا كلها غاليك، ويا غزة الله يحميك، ويا غزة الله يحميك، ومن صيدا حتى غزة، ومن صيدا حتى غزة، من صيدا حتى غزة. فإذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، فإذا الهتافات الداعمة لغزة، الداعمة للقضية الفلسطينية كما نشاهد، يعني هي الرسائل التي يريد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني إيصالها من هنا من مدينة صيدا في رسالة. فإذا يلا فازن، يعني حنكون السلام عليكم اليوم صور رسالة من مدينة صيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، أقوى رسالة من مدينة صيدا، من ساحة الشهداء ومن ساحة النجمة في هذه المسيرة الكبيرة العظيمة، بأننا نقول لأهلنا في غزة نحن معكم، أولا نحن معكم، دمكم دمنا، عرضكم عرضنا، أموالكم أموالنا، اليوم نحن مكتوفون مكبلون، لا نستطيع أن نشارك إلا بهذا الصوت وهذا الدعاء وهذه المسيرة والقدرات التي بين أيدينا، وغدا نحن متأكدون أننا سنشارك معكم، فنحن شركاؤكم في تحرير المسجد الأقصى إن شاء الله. هذه الرسالة الأولى، الرسالة الثانية هذه المسيرة، وكل أهل مدينة صيدا يقولون للصهاينة اخرجوا عن أرض فلسطين، هذه أرض العرب وهذه أرض الإسلام وهذه أرض المؤمنين، ليس لكم مقام في أرض فلسطين، اذهبوا اليوم، أفضل أن تكون مقبرة لكم، ستكون مقبرة لكم بإذن الله تبارك وتعالى، اخرجوا واذهبوا جميعا. وأقول للأنظمة العربية، هذه المسيرة تقول لكل الأنظمة العربية المطبعة، أيتها الأنظمة لقد خرجتم من تفكير الجماهير، أيتها الأنظمة، أيها الزعماء، أيها الرؤساء المكبلون الذين لا يستطيعون إدخال لقمة طعام واحدة لأرض غزة، لقمة دواء واحدة لأرض غزة، سوف تدوسكم الجماهير وتذهبون إلى مزابل التاريخ. فإذا مشاهدينا نستمع
هذا حناخد بعض الكلمات. وليعد للدين مجده. وليعد للأقصى طهره. ولترق من ند ماء. ولترق من ند ماء. بالروح بالدم نفديك يا غزة. 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 بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. مشاهدينا مشاهدي صوت بيروت الحسن وبيروت سيتي على الفيسبوك، هذه المسيرة التي وصلت الآن كما نتابع إلى هنا إلى ساحة النجمة في مدينة صيدا، حيث انطلقت هذه المسيرة كما قلنا من ساحة الشهداء في المدينة، والآن كما نشاهد وصلت إلى ساحة النجمة. Thank you.
الشمال، الأخوات يوقفوا على الشمال. قول ابو هاشم منبلش بس وصلنا شوية بس هاي إذا بسم الله أبو البراء نوسع شوي بس هيك الناس شوف بعض شوية شباب بعض شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ناصر المستضعفين الحمد لله مذل الصهاينة المستكبرين الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وشرفنا بكتائب القسام الحمد لله القائل في كتابه العزيز أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله والصلاة والسلام على سيد الشهداء والمجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا غزة السلام على المقاومين المجاهدين في غزة السلام على أبطال القسام السلام على من علم العالم القتال من مسافة صفر السلام عليكم يا شهداءنا لنقول لأهلنا في غزة إننا معكم معركتكم معركتنا دماؤكم دماؤنا عرضكم عرضنا نقف نقول لهم بأننا جميعا رهن إشارة القائد العام محمد الضيف أبو خالد تكبير نبقى الآن مع كلمة حركة المقاومة الإسلامية حماس يلقيها رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج للحركة الحاج علي بركي فليتفضل مأجورا مشكورا وصل الثاني شو وصلت التوصيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ناصر المجاهدين ومذل الغزاة المحتلين والصلاة والسلام على إمامنا إمام المجاهدين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أصحاب الفضيلة العلماء الإخوة ومثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي اليوم هنا في صيدا عرين المقاومة لنرسلها تحية مدوية
إلى أهلنا في غزة هاشم، إلى أهلنا في القدس والضفة الغربية المحتلة، إلى أسود القسام وسرايا القدس، إلى كل فصائل المقاومة الفلسطينية على أرض فلسطين. إننا معكم وإننا منكم وإننا شعب واحد في معركة واحدة، معركة طوفان الأقصى. هذه المعركة البطولية التي جاءت رداً على الإرهاب الصهيوني، جاءت رداً على جرائم الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وفي الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة وفي سجون الاحتلال. طوفان الأقصى شكلت زلزالاً قوياً هدم جيش الاحتلال الصهيوني، كسر عمود هذه الدولة الغاصبة، كسر عمود الخيمة الأمريكية في المنطقة والمنظومة الأمريكية في المنطقة، وضرب الدور الأساس لهذا الكيان الغاصب الذي يشكل القاعدة المتقدمة لأمريكا والغرب في الوطن العربي. عملية طوفان الأقصى فتحت الباب لعمليات أخرى، لمعارك أخرى، معارك التحرير القادمة. طوفان الأقصى أيها الإخوة زلزال لن يتوقف، هذا الزلزال سيكون له تداعيات قادمة على الوضع الفلسطيني والعربي والعربي.